السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر رضا البيومي من قناة إنجليزي أونلاين. أهلا بيكم طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي. هقدم لكم النهاردة حل اختبار آخر على الوحدة الأولى من منهجنا الجديد، منهج كونكت 4. في الفيديو السابق أنا حليت لك امتحان من كتاب المعاصر، وكانت الأسئلة بتاعته مفيدة جدا جدا. لو كان فاتك الاختبار ده هتلاقيني سايب لك لينك كده أسفل الفيديو، هتلاقي في اللينك ده قائمة تشغيل عليها كل الفيديوهات الخاصة بسنة رابعة الترم الأول. أوكي؟ طيب، لكن امتحاننا بقى النهاردة هو امتحان من كتاب جيم، امتحان برضه أسئلته مهمة جدا جدا. لو أنت ذاكرت الأسئلة بتاعت الاختبار ده والاختبار في اللي هو الخاص بالفيديو السابق اللي من كتاب المعاصر، يبقى أنت كده عملت مراجعة قوية جدا على يونت 1، على الوحدة الأولى. الكلام ده بقول لك قبل ما نبدأ وندخل على طول في يونت 2. فيلا كده بينا نشوف أسئلة النهاردة من الامتحان بتاع كتاب جيم ده. طبعا عاوز أفكرك بضرورة إن أنت ما تنساش تبقى تدعم القناة عن طريق إن أنت تدوس بس لايك للفيديو وتعلق بتعليق صغير أسفل الفيديو، وما تنساش تشير اسم قناتنا على الصفحات التعليمية. نمبر 1 هنا بيقول لي listen and supply the missing letters، يعني هنا بيقول لي استمع وضع واكمل حروف الناقصة في الكلمات الاتية. كل كلمة هيكون ناقصها يا اما حرف يا اما حرفين، لو في شرطة يبقى حرف واحد، في شرطتين كده يبقى ايه، يبقى ناقصها حرفين. فانت تسمع النطق وتحط الكلمة او الحرف اللي ناقص. طبعا عشان تستفيد كويس وقف الفيديو وحل كل سؤال لوحدك زي ما قلت في الفيديو السابق، وبعد كده راجع اجابتك معايا. نمبر 1 مام، مام يبقى اللي ناقص هنا هو حرف الايه؟ الاو. بالمناسبة كده الكلمة ديت ممكن ننطقها باللهجة الأمريكية مام، مام. طيب نمبر 2 رايس، رايس يبقى اللي ناقص هنا ايه؟ ناقص هنا حرف الاي وناقص في الآخر ايه؟ اي. طب نشوف الكلمة اللي بعد كده نمبر 3 ميكس، ميكس وميكس معناها يخلط، طبعا اللي ناقص فيها هو حرف الايه؟ الاي. 4 نوز، نوز فاللي ناقص هنا هو حرف الاو. 2 سؤال برضو listening، استماع listen and complete، يعني هتستمع وهتكمل. طبعا هنا مديني تلات كلمات اللي هي should ودي معناها يجب، Alexandria اللي هي اسكندريه، beaches اللي هي شاطئ. فانت تسمع كويس وهتاخد الكلمه تحطها في المكان المناسب حسب ما هتسمع منه بالظبط. انا هقرا لك كل الكلام اللي قدامك ده بما فيهم الكلمه اللي ناقصه، فشوف انا قرات ايه في المكان اللي ناقص وخدها من فوق حطها في مكانها. المحادثه هنا ما بين سما وليلى، فسما بتقول لليلى I love Alexandria Governorate، I love Alexandria Governorate، يبقى اللي ناقص هنا هي كلمة ايه؟ Alexandria اللي هي اسكندرية. ردت ليلى وقالت لها Me too، وأنا أيضا، وأنا كمان. It has lots of beautiful، يعني بها ايه؟ الكثير من الشواطئ. وطبعا هنا في خطأ بس مطبعي لأن مفيش هنا apostrophe، هي بتبقى lots كده من غير أي حاجة، ال O T S على طول، والapostrophe ده المفروض ما يبقاش موجود. طيب it has lots of beautiful، المفروض هنا بقى أقول إن هي بها الكثير من إيه جميل؟ طبعا فيها شواطئ كتير جميلة، وشواطئ يعني beaches، يبقى هيبقى معنى الجملة إن هي بها الكثير من الشواطئ الجميلة. فردت سما قالت لها I think، أنا أعتقد everyone يعني كل شخص should visit the beautiful Alexandria Governorate، يبقى الكلمة الناقصة هنا هي كلمة إيه؟ should، وشود هنا معناها إيه؟ معناها يجب، والـ اللي فيها ما بننطقهاش should، يبقى أعتقد إن كل شخص يجب إن هو يزور محافظة الإسكندرية الجميلة. السؤال نمبر 3 معانا بيقول هنا circle the odd word out،
يعني اعمل دايرة على الكلمة المختلفة. نمبر 1 هنا مديني كلمة onions اللي هي معناها بصل، grapes اللي هو العنب، bananas اللي هو الموز، mangoes اللي هي المانجا. هتلاحظ كده حاجة، ان هو مديني 3 فواكه وحاجة من ال vegetables الخضروات، وهو ايه بقى الخضروات هنا؟ اللي هي ال onions اللي هو البصل، لكن الحاجات التلاتة ديت حاجات ايه؟ كلها من الفاكهة. نمبر 2 tomato طبعا اللي هي الطماطم، potato اللي هي البطاطس، lunch اللي هو الغداء، rice اللي هو الرز. هتلاحظ كده في شيء، هتلاحظ ان في 3 حاجات بتتاكل اللي هي الطماطم، البطاطس، وكمان الرز، انما كلمه لانش ده دي اسم وجبه ما بتتاكلش يعني، يبقى بالتالي هي الايه المختلفه. نمبر 3 ميك ده فعل معناه يصنع، كم برضو دي فيرب فعل برضو بمعنى ياتي، لوك برضو فعل بمعنى ينظر، انما delicious دي صفه بمعنى لذيذ، يبقى الصفه على طول هي المختلفه. 4 ميلك وده لبن حاجه بنشربها، بنانا ده حاجه بناكلها اللي هو الموز، watermelon اللي هو البطيخ، مانجو اللي هو المانجا. يبقى كده هتلاحظ ان هو مديني 3 فواكه ديت ودي ودي، يبقى المختلفه هي الحاجه اللي بنشربها اللي هو الميلك اللي هو اللبن. سؤال نمبر 4 choose the correct answer، تعال كده يلا نختار الإجابة الصحيحة. برضو وقف الفيديو جاوب على الأربع أسئلة وبعد كده راجع إجابتك معايا. نمبر 1 بيقول لي our heart قلبنا، يا ترى هيبقى pumps pulls breathes، هتبقى أي واحدة؟ blood around our body. طيب هنا pumps يعني يضخ، pulls اللي هي معناها يشد يشد حاجة، وbreathes يعني يتنفس. طيب احنا وظيفة القلب يا شطار، وظيفة القلب ان هو بيضخ الدم في انحاء جسمنا، ويضخ يعني pumps. 2 I eat rice انا باكل الرز، بعد كده بقول هتختار يا اما but لكن and يعني well or يعني او، وبعد كده بقول لي drink milk اشرب لبن. طيب هو في تناقض بين الجملتين؟ لا مفيش تناقض، ده هنا بقول انا باكل الرز وهنا بقول بشرب اللبن، يبقى طالما في مفيش تناقض بين الجملتين بنستخدم ايه؟ and. عشان اقول ايه؟ عشان اقول انا باكل الرز و بشرب اللبن، يبقى هنستخدم هنا ايه؟ and. نمبر 3 واللي هتبدا هنا يا اما ب esophagus اللي هو المريء، يا اما gastric جوز اللي هي العصارة الهضمية، يا إما large intestine اللي هي الأمعاء الغليظة. هنبدأ جملتنا بحاجة من دول، باقي الجملة بقى هي اللي بتوضح. بقول هنا الحاجة ديت removes waste، removes يعني بتتخلص من النفايات والفضلات. ده إيه بقى اللي بتعمل كده؟ اللي بتعمل كده هي large intestine الأمعاء الغليظة. 4 وتشو فود وذ اور، احنا بنمضغ الطعام بايه؟ وده حلناها في الامتحان السابق في الفيديو اللي فات، بنمضغ الطعام طبعا باسناننا اللي هي تيث، طبعا مش هنمضغ الطعام بالستمك بتاعتنا ولا بالليفر اللي هو الكبد، طبعا دي المعده وده الكبد. 5 هو سؤال الباسج، سؤال الفقرة اللي بنقرأها وبنجاوب على الأسئلة بتاعتها. تعالى كده نقرأ الفقرة البسيطة دي ونشوف الأسئلة اللي جاية عليها نحلها إزاي. I am Mona أنا اسمه منى. I am healthy أنا بصحة جيدة. I drink a lot of water يعني بشرب الكثير من الماء every day كل يوم. I also drink milk every morning كمان أنا أيضا بشرب الإيه؟ اللبن كل صباح. I eat vegetables and fruits like mangoes, bananas and potatoes. يعني بتقول هنا ايه؟ بتقول انا باكل الخضروات والفاكهة مثل المانجا وكمان الموز والبطاطس. I don't drink cola. انا لا اشرب الايه؟
الحاجة الساقعة أو البيبسي أو الكولا. I don't eat أو I don't eat lots of candies، يعني أنا لا أكل كثير من الحلوى، ما بأكلش حلويات كتير. Number one في السؤال اللي هو بتاع true false اللي هنحط فيه صح يا غلط، بقول هنا number one منى isn't healthy، منى ليست صحية. هي هنا بيقول ان هي او منى بتتكلم عن نفسها بتقول انا صحية انا بصحة كويسة، لكن انا بقول ان هي ليست صحية، يبقى بالتالي number one هتكون ايه؟ هتكون false. Two، منى drinks a lot of water every day، يعني منى بتشرب الكثير من الماء كل يوم. فعلا الكلام ده صح، فديت هتكون ايه؟ true، صحيح. exercise B بقى اللي انا بجاوب على الاسئله من بين السطور. فنمبر 1 في بيقول هنا what does منى drink every morning، ماذا تشرب منى كل صباح؟ تعالى كده نشوف هي بتشرب ايه كل يوم الصبح. قالت دوت I also drink milk every morning، يعني انا ايضا بشرب لبن ايه كل صباح. فالاجابه بتاعتنا هنقول كده اهوت، هنبدا كده ب شي اللي هي عايده على مين؟ عايده على منى. وبعد كده drinks هنحط هنا للفعل اس عشان الفعل الجمله بدا بهي او شي، احط للفعل اس على طول، غير ان كمان لما تلاقي في السؤال بتاعك does بتفكرك على طول بالاس بتاعتها ان انت تحط اس في اجابتك. يبقى شي drinks milk، يعني هي بتشرب الايه؟ اللبن. عاوز تكمل وتقول every morning كل صباح مفيش مشكله. نمبر 2 بقول هنا what kinds of fruit، يعني ما نوع او انواع الفاكهه does Mona eat، ايه انواع الفاكهه؟ ما بقولش الفاكهه والخضروات، هو بقول الفاكهه بس. ايه انواع الفاكهه اللي منى بتاكلها؟ لما نرجع كده هتلاقي ان هي بتقول اهوت اللي هي بتحب الفروتس لايك مانجوز، زي المانجا والبانانز. طبعا مش هنكتب هنا اللي هي البوتيتوز عشان ديت ايه؟ عشان ديت من الخضروات، يبقى المانجا والايه والموز بس هي الفاكهه اللي بتحبها. السؤال نمبر 6 بيقول لي rearrange the following، اعد ترتيب الاتي. قدامنا اربع جمل، وقف الفيديو ورتبهم كده في ورقه خارجيه وبعد كده صحح اجاباتك معايا. نمبر 1 عاوزني ابدا هنا باي، فاقول هنا اي ايت فروت، انا باكل الفاكهه، اند درينك ميلك وبشرب اللبن. نمبر 2 عاوزني هنا بيقول لي ابدا بواتس اللي معناها ما او ماذا، هتستخدم هنا واتس وتجيب بعدها ايه؟ يور فيفورت فود، ده بتستخدم الصيغه دي من السؤال لما تيجي تسال واحد عن اي حاجه مفضله بالنسبه له، تقول له واتس يور فيفورت، دي ثابته. واتس يور فيفورت كلر، ما لونك المفضل. واتس يور فيفورت فروت، ما فاكهتك المفضله. واتس يور فيفورت سبورت، ما رياضتك المفضله، وهكذا. فهنا اقول واتس يور فيفورت فود، ما طعامك المفضل. نمبر 3 عاوزنا ابدا هنا الجمله بهي، واحنا عارفين ان الفعل اللي بيكون محطوط قبله ري اللي هي ار اي دي معناها يعيد فعل شيء، فلما اقول repainted يعني اعاد تلوين او اعاد دهان، فهقول هنا هي repainted هو اعاد دهان his room غرفته. نمبر 4، نمبر 4 دي من الجمل المهمة جدا اللي هي خاصة بوظيفة القلب، فعاوزني هنا أبدأ بإيه؟ أبدأ بـ the heart اللي هو القلب. بيعمل إيه القلب؟ the heart pumps، بيضخ، بيضخ إيه؟ blood الدم around the body في أنحاء الجسم، اللي قلت ممكن أنطقها كمان body.
سؤال نمبر 7 معايا هو سؤال الباراجراف، واللي هنا هتكتب باراجراف of about 4 sentences مكون من 4 جمل. عن ايه الباراجراف؟ بيقول لي عن Damietta Governorate، عن محافظة دمياط. الكلمات اللي انا هستفيد منها في كتابة الجمل هي produce استخدمها في جملة ودي معناها ينتج، farmers اللي هم الفلاحون، people اللي هم يا الناس، وgovernorate اللي هي محافظة. فتعالى كده يلا نشوف ازاي هنكتب الاربع جمل. هنبدأ كده ونقول in Damietta يعني في دمياط، او in Damietta governorate farmers produce بينتجهم rice wheat guavas and grapes. واستخدم اي حاجة من الحاجات اللي انا فاكر ان الفلاحون بينتجوها في دمياط، مش شرط اقولهم كلهم، ممكن اقول ثلاثة او اربعة بس. اوكي، الجملة الثانية بيقول لي استخدم فيها مثلا كلمة farmers اللي هي الفلاحين، فاحنا هبدأ هنا بفارمرز واقول ان الفارمرز مثلا raise يعني بيربوا، بيربوا ايه بقى؟ raise cows goats and sheep، بيربوا البقر والماعز وكمان الخرفان. قلت لك قبل كده لما بتيجي تذكر اشياء كتير ما بحطش and غير قبل الكلمة الأخيرة، وما بين كل حاجة والتانية بعض احط ايه؟ كما واجي قبل الاخيرة اقوم حاطط ايه؟ and، زي ما عملت هنا وقلت cows وحطيت هنا كما، goats اللي هي الماعز، وجيت قبل الاخيرة اللي هي كلمة sheep وحطيت ايه؟ and. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة people اللي هي الناس، عاوز اقول ان الناس في مدينة دمياط ناس طيبة، فاقولها ازاي ديت؟ هقول هنا ان people in Damietta are nice او are kind اللي هي معناها طيبين. وبعد كده بيقول لي استخدم كلمة governorate اللي هي معناها محافظة، بيقول لي استخدمها في جملة، فهقول هنا ان الحياة، هقول مثلا life is good in Damietta Governorate، يعني الحياة جيدة في محافظة دمياط. طبعا كلمة life هنا اللي هي معنى حياة، is good يعني جيدة in وبعد كده Damietta Governorate محافظة دمياط. سؤال نمبر 8 اللي هو punctuate the following، إعادة ترقيم اللي هو الجملة الآتية. طبعا في السؤال ده أنت بتغير يا إما حاجتين يا إما ثلاثة على حسب اللي في الجملة. فهنا بيقول لي we have two lungs، إحنا عندنا رئتين، فواضح كده إن هما حاجتين بس اللي هتغيروا. أول حاجة هنغيرها هي بداية الجملة، لازم تكون capital. بعد كده هتكمل جملتك عادة عشان ما عندكش أي حاجة تانية تتغير. وبعد كده نحط في الاخر فلسطوب نقطة عشان دي جملة بادئة بضمير فاعل، يعني ما هي السؤال ولا حاجة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبك بقى الفيديو انزل دوس لايك للفيديو وعلق كمان بكومنت اسفل الفيديو، ولو بتشاهدنا لاول مرة اشترك في القناة عن طريق انك تدوس على المستطيل الاحمر اللي موجود عليه علامة اشتراك او سبسكرايب بالانجلش، وبعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصلك شعار الفيديوهات الفترة القادمة. أشوفكم بقى إن شاء الله على خير في قادم الفيديوهات، ودمتم في صحة وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.